أما فيما يتعلق بمسألة المجرمين، أقول إن الذين يهربون السلع هؤلاء لصوص، هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء سراق يسرقون أموال اليتامى والأرامل والشيوخ والمتقاعدين، ويسرقون أموال الشعب الليبي بأسره. ما من درهم، ما من قرش يأخذونه إلا وهو سحت حرام، يأكلونه زقوم، يلعنهم الله به يوم القيامة. هؤلاء المهربون من المجرمين، من القتلة الذين يعسرون على الناس ويأخذون أموالهم، ليقع الناس في الضيق وفي الضنك وفي الشدة، وسببهم سبب أعمالهم الخبيثة السيئة أن الناس يضيق عليهم، فلا يجدون خدمات، ولا يجدون وقود، ولا يجدون يعني أي عمل ينفع الناس. فهؤلاء مجرمون، يجب على الناس أن يتصدى لهم، وعلى الحكومات أن تتصدى لهم، وعلى الناس جميعا أن يقفوا في وجوههم بكل قوة، ولا يعني يجاملونهم ولا يعني يهادنونهم، بل يضربون عليهم بيد من حديد.